تحية طيبة أحبتي متابعي شاشة عراق ميديا بريس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام واضح. ضيف برنامجنا لهذا اليوم مدير عام بلدية الغدير رئيس المهندسين محمد إبراهيم المياحي، ونرحب باسمكم بأستاذ محمد. كيف حالك أستاذ محمد؟ يا أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أتعبتك دائرة بلدية الغدير؟ بالمناسبة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا صار 23 سنة بالأمانة. دوائر اللي عملت بها دوائر احنا نسميها فنيه، يعني دائرة مجاري بغداد، دائرة المشاريع، دائرة الوحدات الانتاجيه. انقلت الى الدوائر البلديه قبل تقريبا سنتين ونص، عملت معاون مدير عام في اداره بلديه الغدير، وصار لي سنه واربعة اشهر تقريبا مدير عام دائره بلديه الغدير. اكو فرق، نعم اكو فرق بين خصوصية العمل بين الدوائر الفنية والدوائر البلدية. الدوائر البلدية المشكلة اللي اقوى بها هي احتكاكها بالمواطن مباشرة، فاكو شوية نوع من المتاعب. طيب قبل لا نعرف المفارقات خلينا نتعرف عن هيكلية وتنظيم وانتشار اداريا لبلدية الغدير. نعم، واقسامها. الدائره البلديه هي يعني كل الدوائر البلديه، مو الا الغدير، كلها تتالف من عده اقسام. اكو اقسام نسميها اداريه واقسام ميدانيه. الاقسام الاداريه عندنا قسم الاجازات، وقسم الاداريه والماليه، زين، وقسم التخطيط والمتابعه، وعندنا اقسام ميدانيه قسم الجبايه، قسم الاليات، قسم المجاري، وقسم التجاوزات، زين، وقسم الطرق والزراعه. طيب استاذ محمد، كونك كمدير بلديه الغدير، هاي الاقسام عندك زيارات لها، متابعه، رقابه، يعني تتداخل لها زياراتك لهم؟ طبعا، هي يعني من سياقات عمل المدير عام البلديه، يعني المفروض يكون يعني مو مكتبي، يعني لازم يكون ميداني. فاحنا يعني من الصباح الباكر على الاقسام منتشرين على ميدانيا، وندخل الى مكتبنا ما بعد الواحده، ما بعد الثانيه 10 ونصف، يعني هيك اوقات يلا، لان اذا ما تكون متابعه على كل اقسامك من صعوبه تنجح في دار البلديه. مرات يتطلب الوقت يعني يدارك الى منتصف الليل؟ طبعا دوام، احنا عندنا دوام صباحي ومسائي وليلي، يعني لي يعني دوام مسائي اللي هو ليلي هم يعني يتابع بعض الاعمال الليليه، وبالاخص نقاط رفع النفايات وكنس الشعراء الرئيسي. طيب ذكرت سنتين كنت في إدارة بلدية الغدير، على مدى سنتين بين المعاون وبين مدير عام سنتين ونص. طيب احنا خل نتعرف، عندما تسلمت دائرة بلدية الغدير كمدير عام، ماذا غيرت وفعلت وإنجازات، يعني أريدها هاي الإنجازات اللي إجت من تحت توقيعك وقلمك. نعم، أنا اللي صراحة اللي خدمني هو بين خلينا نقول حققنا بعض الانجازات في هذه الدائره. اللي خدمني وبشكل مهم، كنت سنه واربعة اشهر معاون مدير عام، فمن كنت معاون فقدرت اتعرف على مفاصل الدائره، على نقاط الضعف والقوه في هذه الدائره وفي الاقسام. ف يعني اشتغلت وفق خطه. اي دائره انت تريد تقوى بها وتبني بها، حتى اي مؤسسه او وزاره، العمود الفقري لبناء اي مؤسسه هي الاليات. انا شلون اقدر اقدم خدمات اذا انا ما عندي اليه على مستوى كل الاقسام الميدانيه. فصراحه شفت اكو ضعف قوي عندهم بالملاك الالي. وعندهم جهد مؤجر اكثر وايرادهم ضعيف. هاي مشكله، وانا ما سويت لك خطه. اي ما اقدر اقود دائره اذا انا ايرادي ضعيف وعندي جهد، راح اخلي البلديه مثقله بالديون وما اقدر احقق مستوى النظافه اللي اريده. فصراحه باعتبار اني كمهندس ميكانيكي واختصاص، وعندي كنت باللجنه المركزيه في مكتب امين بغداد، عندي بعض الالمام بالاليات اللي فائضه عن حاجه بقيه الدوائر والمهيئه للشطب والمتروكه لعده اسباب. فسويت لي جوله على كل الدوائر، ومن كنت باللجنه انا اصلا عندي فكره عنها، فقمت انقل بعض الاليات اللي بيها جدوى اقتصاديه من التصليح. وفعلا الحمد لله والشكر لحين هذا وقتنا هذا انا ناقل بال 108 اليات، 108 يعتبر اسطول على مستوى كل الاليات، كل انواع الاليات. على ذكر الاليات، بلديه الغدير يعني شلون اقول لك تنفرد عن باقي البلديات الاخرى في العاصمه بغداد بادامه وصيانه قسم الاليات. نعم. او ربما يعني تشغيلها. نعم، مو انا طرحت لك، يعني هو سببين. السبب الاقوى هو اذا تريد تنهض بالدائره لازم تهتم بالاليات كادامه كصيانه كعدد.
هذا سبب. السبب الثاني انا يعني اختصاصي كآليات. شلون قدرت توفر هذا في سبيل حتى تنجز هذا الكم الهائل وترتقي بقسم كامل؟ نقلت يعني نقلت لآليات كثيره من بقيه الدوائر، من كل دوائر الامانه. بدعم من؟ عن طريق موافقه الدكتوره وعن طريق موافقه السيد الوكيل. ارفع كتاب طيب رسمي. نثريات، احتياجات، يعني هاي شلون قدرت تغطيها؟ كصيانتها يعني انا انقلها، بها عوارض بها عطلات، على باب صيانه الاليات انا اصلحها. والامانه بغداد تقبلتها منك؟ تقبلتها واشادت واشادت بهذا الشيء، وقدرت انهض بالبلدي عن طريق الاليات اللي جبتها، واللي يعني خلينا نقول الانجح الفكره اللي صارت لنا قبل فتره هم يعني اكو عندنا اليات مثلا احنا نسميها ستاندر سوب مثلا من ناشئه غربيه اصيله. اها سويتوا لها؟ سويدي مثلا، ياباني، الماني، اكو اليات هم يعني كانت متروكه في بعض الدوائر مثل فولفو صاروخيه شافطه، هاي موديل 2000، السائق بعد ما راح يعني 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 يقود هاي الاليه او يستخدمها، وعنده اليات مثلا موديل 2010 او 2014 او 2018. فهذين الاليات تنتركن وانهمل، الاليه من تنترك وتنهمل راح تكون معرضه ل خلينا نقول لبعض الازات تنفقد من عندها، راح يصير عليها الاندثار ينطبق عليها، الخسائر تنطبق عليها. ف بما ان هذين اليات اصيله من مناشئ رصينه فجتني فكره بان نحولها الى قلابات، والحمد لله والشكر نجحت هاي الفكره والدكتوره جتي يعني مشكوره، ومع السيد الوكيل سوينا افتتاحيه واحتفاليه بهذا المشروع او الفكره، وهاي الفكره تعممت على كل دوائر الدوله. هو هنا بدي اسالك استاذ محمد، انه من هذا المشروع ومن هذا الانجاز الحلو برزت بلديه الغدير المثاليه وتعممت على باقي البلديات؟ تمام. اجى توجيه كامل؟ اي اجى توجيه بها من الدكتوره بان هاي الفكره تتعمم على كل الدوائر، والحمد لله والشكر هسه الدوائر ماشي على قدم وساق. شكو اليات انجردن تروح الى دائره الوحدات الانتاجيه، دار الام المركزيه، وتقوم هاي الدائره مشكوره بالمناسبه بتحوير الاليات. وهذا يحسب لك وللمهندسين القائمين معك. حصلنا كتاب شكر من الدكتور على هذا الشيء. بس اني والمجموعه الستاف. طيب استاذ محمد، مشاكل كثيره تصاحب كل دائره بلديه في بغداد، لكن بلدية الغدير لها حصة كبيرة. قسم الجباية عندما يروح وقسم التجاوزات يذهب لإزالة التجاوزات من بعض المتجاوزين، كان قطع أراضي سكنية أو شوارع أو أرصفة تابعة للدولة أو جزر وسطية، يتعرضون إلى أعتى الكلام وأشد الضرب المبرح، ومن ثم محتمل يلاحقون عشائريا إلى منازلهم. كيف يعني الطالب او تامن الحمايه لهذا القسم؟ نعم، بالمناسبه هذا الموضوع اللي طرحته موضوع قيم جدا. يعني احنا عملنا كمدراء عامي بلديه، كل عملنا بجهه، وقسم التجاوزات في جهه خاصه. قسم التجاوزات يعني مثل السرطان والافه صار او كاهل ثقيل على كاهل المدير العام لعده اسباب، يعني كثيره منها يعني خلينا نقول ضعف توفير الحمايه الكافيه للدائره او للكادر او للمدراء العامين بشكل عام. احنا بالنسبه ان دائره بلديه الغدير يعني اخذت فد شهره واسعه في قسم التجاوزات، راح تسالني شلون. الدكتوره يعني وجهت بان كل دائره بلديه تقوم بازاله تجاوز من على الارصفه لمحله واحده. نعتبرها فد يعني نموذج، ومن ثم يعني نقوم تباعا بازاله بقيه المحلات. الدكتوره من وجهت بهذا الشيء. نعم. الحمد لله وشكرها ولهم حصلنا كتاب شكر منها، الله يوفق ان شاء الله. بلشت انا سويت لي خطه، بلشت في مناطق زيونه اللي هي محل 710 و12 و14 و16 و18. كيف صارت مشاكل على شارع زيونه وقتها؟ احنا صار احكي لك اياها، انا اشتغلتها يعني وفق يعني خطه. يعني انت كمدير عام اذا ما تشتغل اي شيء ضمن خطه ما تقدر تحقق نجاح، راح تواجهك مشاكل. احنا بالنسبه ان انا بديت بخطه، الخطه الاولى صراحه احكي لك اياها. اول خطه انا دخلت بنفسي على المحلات
وياي كل اقسام الدائره وكل كوادر الدائره مباشر باستثناء العنصر النسوي مباشر فيس تو فيس اليات اي اليات وقوه وكادر واني بوجودي اطب وقوه على المحله المواطن يهاب الوضعيه صراحه احكي لك اياها من يهاب الوضعيه وراها اشتغلت حاله نفسيه جهاز مكبرات الصوت انذار في كل الازقه بان داره بلديه الغدير ستقوم بحمله واسعه لازاله التجاوزات على الارصفه من بدينا في مناطق زينه منطقه زينه الى خصوصيه يعني كطبقه مثقفه نعم. واعيه هاي كل متقبله والوضعيه صراحه احكي لك اياها احنا ضربنا كم واحد كنموذج والبقيه تباعا كلهم زالوا التجاوزات على الارصفه وهاي العمليه نجحت في كل قاطع زيونه احنا كملنا زيونه وحاليا شقق زيونه لها حاله خاصه مبلشين بها ودخلنا في منطقه الغدير نكمل من الغدير راح ندخل على منطقه شرق القناه اللي هي يعني يقول لك اصعب منطقه وهاي بس هسه هم اخذوا ثقافه بين ابو الغدير ابو البلديه يشتغل على تجاوزات هم هسه نفسيا متهين يعني انا من ادخل عليه هو متقبل الوضعيه. طيب انقل لك كلام على لسان المواطنين والمحلات اللي تابعه الى منطقه الغدير. يقال ان قسمي التجاوزات او قسم الجبايه يغض النظر عن محلات ودون محلات اخرى بجباية هذه المبالغ التجاوزات يعني عمل نعم في سبيل لا التجاوزات كذلك يغضون النظر انه هاي قطعه طالعه ما عوفها لان انت عندي علاقات انت عوفك اني ما اخذ منك اكو خطه لك عملت بها ان تكون في هيئه رقابيه او لجنه مشكله فوق نعم. هذه اللجان بالنسبه لقسم الجبايه يعني عندنا اهداف مكلفين يعني بال 5000 خلينا نقول هدف او مكلف يعني هذا عدد هائل انا يعني ما انكر من ممكن يصير نوع من المجامله جابي يعبر محل تصير ثغرات ممكن بس احنا يعني هسه احنا خلينا نقول في الموسم الاخير من السنه الحاليه نعم. هسه حاليا اوعزت بتشكيل لجنه مراقبه على اعمال لجان الجبايه زين هاي اللجنه دورها تيجي على محله خلينا نقول شكو جايه من محلات تجاريه تجي تشيك اي محل او اي محل مكلف بين هذا مجبي او غير مجبي يقدمونه بموقف ونرجع عليهم مره ثانيه ونحاسب اللي الجابي اللي مقصر بهذه الناحيه. طيب الجبايه يعني تروح لميزانيه امانه بغداد ولا ميزانيه الدوله؟ خزينه. نعم انا طرحت قبل فتره قلت لك انا من كنت معاون جيت على نقاط المفاصل النجاح بالدائره اللي هي الايرادات اللي اجبيها كلها اليه فكانت اعتقد ايراده من كنت انا معاون 350 الى 400 مليون بالشهر هذا رقم يعني ما تقدر تحقق نجاح في مستوى قاطع نفوسه 850 ومساحته 56 كيلومتر مربع بلديه واسعه جدا فصراحه صار يعني ضغطت على قسم الاجازات كم محله تابعه لكم؟ 34 محله رسمي 34 محله اي فاني ضغطت على قسم الاجازات بتعزيز مبلغ الغرامات وعلى قسم الجبايه بمتابعتهم كايرادات وعندي قسم الاجازات شعبه المخالفات البنائيه فعلتها شكو عندنا مخالفه بنائيه عماره تجاريه محلات هاي يعني فعلناها اكثر واكثر الحمد لله وشكر قدرت اوصل ايرادي من 400 الى 800 او 750 ضعف يعتبر هذا انجاز طبعاً للدوله والرقي هذا كله الي على ضوء اني اصلح الياتي زين افتح مشاريع داخل دائرتي خلينا نقول يعني دعمك ذاتيا يعني حتى يكون دعم لك إحنا. في سبيل ما تاخذ وياب الطالب وتعطوني وتجيبوا لي يعني مهنه يعني انت لازم تجيب تجبي أي. انت تقدم وانت شيء تجاوز وانت كله انت تتحمل كله لا تجي تدق بابنا وتريد فلوس ومبالغ واريد اسوي شو اسمه انت حير بنفسك اي ممكن اكو يعني قسم المجاري يعني قدوم موسم الامطار قسم المجاري قسم فعال يعني حساس جدا احتمال راح يصير عندنا دعم طيب استاذ محمد كادرنا انتقل الى شعبه الاليات وشاف هذا الانجاز والصرح المثالي الجميل يعني شكرا لجهودكم انت شخصك والقائمين على العمل صراحه عدينا لهذا التقرير حتى يشوفون باقي الدوائر ويكونون ياخذون حذوكم في هذه الانجازات احبتي المتابعين لنشاهد هذا التقرير الذي اعده كادر برنامج كلام واضح
يشتغل ببي اي شيء شواصي اي بواري او شغلات برانيه اي شيء اوكسجين لحيم يعني ان شاء الله مستعد لهي الشغلات كسقايف اذا يحتاجوني هم اسويها ان شاء الله وانا مو اليوم برحم صار لي 15 سنه بهالدائره والحمد لله احنا حوالي اهلنا 32 آلية ما بين تحوير وتأهيل آليات كانت متروكة طبعا هاي الآليات كلها تأهلت وانزجت بالجهد الذاتي على مدة تخلص من الجهد المؤجر لغرض تقليص النفقات بالإضافة إلى العمل الروتيني مالنا اللي هو التصليح المستمر لأن دائرة بلدية الغدير اعتمادها الأكبر على الجهد الذاتي الآليات احنا سوينا كتب للدوائر الآليات الفائضة بدوائر دوائر أمانة بغداد المدربية الدوائر أمانة بغداد فالآلية اللي ممكن أن تتأهل ليش تنشطب وتتلف وتصير بدون قيمة جبناها واشتغلنا عليها وأهلناها ونزلت الشغل الحمد لله أساس وجود الدائرة البلدية أكيد هو يعني صلب عملها هو استقبال شكاوى المواطنين وتأديتها لهم وقامت دائرتنا البلدية من خلال جملة من الشكاوى التي تلقتها على صعيد مستوى النظافة مستوى الزراعة مستويات مختلفة بالتفكير بالقضاء أو التقليل من هذه الشكاوى وذلك من خلال جلب آليات من دوائر أمانة بغداد هذه الآليات كانت مهيئة للشطب ومستهلكة جاثمة في جراجات الآليات المختلفة في دوائر أمانة بغداد والله أنا أعتقد يعني دائرة بلدية الغدير من الدوائر السباقة على مستوى أمانة بغداد وكل دوائر أمانة بغداد عاملة وشغالة لكن نحس أن دائرتنا البلدية متميزة بهذا المجال على مستوى الواقع الخدمي على مستوى نظافة الشوارع على مستوى نظافة الأزقة الداخلية على مستوى كميات الرفع حيث أنه دائرة بلدية الغدير كانت 2014-2015 ترفع ما يقارب 400-410 طن يوميا حاليا ما يقارب 800-830-820 طن يوميا من النفايات وهذا دليل على تقدم مستوى الخدمات بالدائرة البلدية تحية طيبة أحبتي المتابعين عدنا وياكم إلى ضيف حلقتنا لهذا اليوم بعد ما شاهدنا هذا التقرير الإنجاز في شعبة الآليات لنتعرف عن حيثيات إنجاز هذه الشعبة التي عممت على كافة البلديات بتوجيه السيدة أمينة بغداد الدكتورة ذكرى علوش أستاذ محمد حدثنا بالتفصيل عن عدد المنجز وكيف كانت و بعد ما شاهدنا التقرير وكيف انجزت نعم بتوجيه من السيد وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية على إنشاء أسطول لنقل الأنقاض في عموم الدوائر البلدية إلى المناطق المخصصة لجمعها وردتنا فكرة بأن يعني بعد ما طرحت عليه فكرة تحوير الآليات فطرح عليه بأن أكو يعني من هاي الآليات ممكن نسوينا فد أسطول نقدر نستفاد من عندها في سبيل ننقل الأنقاض حسب يعني خلينا نقول توجيه مركزي ففي بلشنا بعد ما أنا حورت 12 آلية وإجى السيد الوكيل يعني من شاف الفكرة حلوة وناجحة طلب مني هذا الشيء فمن كل بلدية نطي عاز لكل بلدية أنا اختاريت الآليات اللي أقدر أحورها فصدر بها أمر إداري نقلت إلى دائرتي قسم الآليات بلشنا حورنا 14 آلية يعني أفهم كلامك أنه البلديات الأخرى قامت تجيب يمكم آلياتهم في سبيل أنتم تقوموا بها تمام كل بلدية اختاريت منها آلية يعني أنتم محتكرين الموضوع أي كل بلدية اختاريت منها آلية وهذه الآلية حورناها عدد الآليات 14 آلية بناء على عدد الدوائر البلدية هاي الـ 14 آلية هسه موجودة زين تحت اي امر اي توجيه مركزي من معالي الدكتور والسيد الوكيل توجيه مركزي مثلا نقل انقاض نقل الزميج نقل السبيس هي كاسطول جاهزه لهذه المهام. طيب والساحات او الحدائق يعني شفنا انه اعمال تطويريه وانجاز لزرع الاشتال والورود يعني في ساحات بلديه الغدير. نعم
صار عندنا يعني احنا امور الادامه والتقليم هاي ماشيين بها والسقي، بس صار عندنا مثلا انجاز في شارع الزهور الجزر الوسطيه كانت يعني متركه ومهمله، صار بها مساحه خضراء، عندنا صار توجيه كل بلديه تختار كمكان تسوي يعني نسميها حديقه المسابقه مهرجان، واحنا هم اختارينا والحمد لله والشكر حصلنا من عليه كتاب شكر المعالي الدكتوره من الدوائر اللي فازت بهذا الشيء. عندنا شارع الربوع الجزر الوسطيه مهتمين به، شارع فلسطين الجزرات الوسطيه، عندنا متنزهات كبيره مثل متنزه الياسمين والعراق الجديد والغدير واحد، هاي دائما حتى بايام العيد كانت يعني ما هو استقطاب المواطنين. طيب على ذكر ايام العيد نتعرف على خطه العيد كيف تمت وكيف كان الاستنفار لطاقم وكوادر بلديه الغدير؟ احنا صدرنا امر اداري قبل ايام العيد بان اكو سمي جدول خفارات. فكل يوم يكون مثلا رئيس قسم وبعض الموظفين يكونوا خفراء على حسب المحلات والمناطق. ايام العيد تعتبر ايام شويه ثقيله على الدوائر البلديه. مواطنين وزيارات وطلعات وفرازات كثيره، وبنفس الوقت العامل اللي عندنا هم يريد يتمتع بمراسم العيد. نعم. فيصير عندنا بعض الارباك وضعف او عدم تواجد او غياب. كيف وازنت هذا الشيء؟ قدرنا نوازنها بالمناورات. بالمناورات قدرنا نوازنها والحمد لله والشكر، طلعوا جماعه لجان المتابعه من مكتب الامين وبقيه وقسم التخطيط المتابعه. يلقوكم باي ساعه متواجدين؟ اي اشادوا كوادركم منتشره. بالمناسبه احنا كنا موجودين يعني بالايام العيد. طيب. هل هناك يعني ضغوط وتدخل بعد ما سمعنا هذا الانجاز والطموح اللي حققته بلديه الغدير وبالتحديد مديرها الوحده بامرها مثل ما المثل يقال، بعد ما سمعنا هذا تحقيق هاي الاهداف والانجازات، هل هناك جهات سياسيه حزبيه تقف عائق وشائك امام اهدافكم؟ يعني احنا نتعرض تدخلات نتعرض على هكذا حالات بس بحكم اتصالاتنا مثلا بالجهات العليا يعني تنمحي هاي الامور، يعني ممكن ناس تبقى يعني محسوبين على بعض الجهات بس مو بعيدين وليس هم الجهات المعنيه بالشكل الفعلي. جهات مقدسه وعندها مبادئ وتعرف شلون تشتغل. عندكم منافذ خطوط فاتحين ويا الجهات الحزبيه او نقول الجهات اللي عندها تمتلك يعني خلينا نقول اجنحه فصائل، اليوم شخصية تدعي تقدر تشيل تليفون وتستفسر عنه، اكو عندكم خطوط واجابات بينكم وبين هي صارنا تعرف يعني مؤسسة كأمانة بغداد وكل دائرة بلدية كل احتياجات المؤسسات والمواطن بشكل خاص هي على أمانة بغداد. يعني الماء، المجاري، النظافة، إكساء الشوارع، الزراعة، الطرق، كل احتياجاته حتى من ينقل الملكيه اذا اخذ عقار هم يراجع امانه بغداد باستثناء الكهرباء. خلينا نقول الكهرباء بالفتره الاخيره شويه صار قريب من امانه بغداد بحكم المولدات. نعم. فاحنا اي طلب اي جهه احنا يعني بخدمه اي مؤسسه او اي مواطن شغله رسميه من مهامنا وواجباتنا، لان عندنا باكم مفتوح، عندنا امكانيات، عندنا امكانيات اللي هي على تقديم خدمات على مستوى كل الاقسام. طيب بما انه بلديه بغداد الجديده محاذيه لقاطعكم، هل هناك تضارب في العمل الاداري او هل هناك تعاون وكيف هو هذا التعاون؟ نعم، هي بالمناسبه هي كانت دائره واحده. وانشطرت دائره بلديه 9 نيسان، انشطرت صارت بغداد الجديده والغدير. نعم. الشارع اللي فاصل بيناتنا او الحد الفاصل هو شارع 77. الجزء خلينا نقول من هناك الذهاب الايمن على بلديه جديدة والاياب على الغدير، الجزر الوسطيه على بغداد الجديده. كل واحد يعرف كل من يعرف المهام المناط وواجباته وماكو اي مشاكل وتعارض بيناتهم. يعني اكو مرات تعاون تنسيق طبعاً. كوادر طبعا نتعاون بيناتنا، محتمل هو يعني محتاج اليات من عندك اي طبعا او كادر. نتعاون على اكثر الاحيان على المعامل، معامل قسم شطر عندنا مؤخرا، وهي قسم المعامل هم جزء اللي يتابع جزء بغداد الجديده، يصير تعاون بينه وبينهم على تناكر متناكر اليات شفر مرات بلدوزر انا انطيتهم قبل فتره، واحنا نتعاون اكثر شيء بغداد الجديده هم نفس الشيء في قسم التجاوزات مرات نعطيهم الياتنا ونعطيهم كوادرنا وباسناد من قسم او خلينا نقول لجنه التجاوزات او فرقه التجاوزات الجسيمه المشكله عن طريق مكتب السيده امينه بغداد داعمه لكم واقفه وياكم
كل ما يعني تطلبونه؟ نعم الدكتور معالي بغداد المحترم والسيد وكيل بلدي متابعين يعني بمهنيه. احنا مصادرنا الخاصه انه السيد كريم البخاتي واقف وياكم مساند لكم يعني بما لا يطاق. نعم. يعني احنا تقصينا للحقائق وكشفنا وسالنا انه واقف لكم بكل مشكله، واقف لكم بكل عمل، بكل ما تريدونه في سبيل انه يخدم بلديه الغدير ومن ثم المنطقه. نعم. كل الدوائر البلديه معالي الدكتوره والسيد الوكيل ثانيه، كل احنا كل سبت وحتى مرات السبت وثلاثاء اربع كل اسبوع مرتين ما يليق المرتين اكو جوله ميدانيه على كل الدوائر. انا يعني من ضمن الدوائر يعني بالاسبوع مره او مرتين اتعرض الى زياره من معالي الدكتور والسيد الوكيل البلدي. طيب بعد ما سلمت المنصب لمده سنتين وعرفت تفاصيل سنه واربعة اشهر سنه واربعة اشهر ايه. ست اشهر يعني مال شوي احسبها يعني شوي الغدير له خصوصيه. طيب شلون اليوم شفت الشارع في ظل يعني مهامك كمدير عام بلديه الغدير؟ يعني شلون شفت اليوم؟ يعني الموظفين طقستهم، شفت الشارع، المواطنين، يعني تطلع تسمع من المواطن، تاخذ شكوى. نعم. محتمل اكو ناس مظلومه، ناس محتال عليها، بجوز احتمال ما حد ينفه لها من بعض فعلا. الموظفين فعلا. يعني عندك زيارات مع المواطنين؟ يعني احنا من الصبح عندك يوم مخصص لاستقبالهم؟ لا انا كل الايام يعني ما محدد يوم بان انا فلان يوم اقابل المواطن، لا دائما انا بعد الوحده بابي مفتوح لاي مواطن واي شخص بعد الوحده دائما يوميا وابقى من 6 ل 5 يعني ما استقبل المواطنين. العمل في البلديه متعب وليس بالفنيات؟ هذا بعد واجبنا. احنا نعتبر عندنا شباب قياسا المدراء العامين. ان شاء الله لك الطموح القادم. استاذ محمد، الايام القادمه كبلديه غدير عندكم فد دراسه جدوى مشاريع ادرستموها للايام القادمه؟ نعم. احنا عندنا شارع حتى نتعرف عليها احنا ولا الساده المشاهدين؟ اهم شارع في قاطعنا. شارع احنا الحمد لله شكر حققنا انجاز او بصمه قويه بها، فتحنا مسار السابله بعرض 3 متر وطول 1300 متر. زين. يعني حتى مرة ثانية اطلع بالليل القي العائلة تتمشى على هذا المسار، يعني فعلا صراحة افرح بهذا الشيء لان يعني كان كلها بسطيات وتجاوزات وهذا او يعني المواطن او حتى المواطنة ما تاخذ راحتها اذا طب شارع ربع. تبقى عندنا مشكلة ثانية، احنا نفكر عندنا خطة بخصوص اكساء هذا الشارع ووضع علامات مرورية وتخطيط هذا الشارع يصير ان شاء الله في البصمة قوية. طيب. طبعا هذا الاكساء تدخل بغير ايرادات، ارادة تخصيص وخطة دائرة المشاريع. يعني اذا امكن ان شاء الله مثلا السنه القادمه نبلش باكسائها واكساء شارع الزهور اللي هذا الشارع اللي كان هو مغلق خلف المحطات التحويليه، مغلق يعني من بعد الاحداث ولحد الان، فتحنا هذا الشارع وان شاء الله هسه معالجه الرواطنات من قبل اداره المشاريع وان شاء الله بالقريب العاجل ان شاء الله يتم. طيب عمليه قشط واكساء الشوارع، خلينا نتعرف على ابرز الشوارع اللي تم اكسائها من قبلكم وبالتعاون من دائره المشاريع. نعم دائره المشاريع مشكوره، اخذت باكساء شارع القدس، تقاطع شارع المصرف، يعني هي جهه مناطق شرق القناه يعني مشكوره بهذا الشيء، وعندنا هسه ان شاء الله بالقريب العاجل تبلش بشارع الزهور، هم تعتبر فد بصمه قويه بالنسبه للقاطع. طيب اليوم بلديه غدير ماذا تحتاج؟ احنا صراحه مجرد يعني مشين امورنا بحكم السيوله اللي قاعد تجيني والتخصيص الموالي. يعني يعني يا حبذا مثلا تعزيزنا بال خلينا نقول بالسيوله اكثر واكثر يكون نقدر نحقق ويناسب التخصيص نقدر نحقق انجازات اكثر. طيب ماذا تطمح انه تحقق لاهالي الغدير؟ والله يعني احنا نطمح رضاهم وتقديم الخدمات لابسط المواطن. وكذلك هم يتعاونوا وياكم؟ هم يعني المواطن ما متعاون، انا طبعا بالمناسبه هاي دائما احكيها. عندك عتاب عليه؟ طبعا عتاب قوي. يا با اهل الغدير دير بالكم ويا بلديه الغدير وتعاونوا وياهم. لا انا احكي عتب مو على مواطن الغدير ضمن قاطع، لا بشكل عام على المواطن البغدادي وعلى المواطن العراقي بشكل عام كله. يعني ماكو اي تعاون، يعني خلينا نحكي شويه بصراحه. مثلا يعني اكو مواطن احنا عندنا قله مثلا خلينا نقول يمشي بسيارته الخاصه وخلص خلينا نقول قنينه المي او مشروب الغازي او باكيت الجيجاير ما يخليها بسيارته الى ان يوصل البيت يخليها بالسله، ايش مره؟ طيب عندكم اعمال ارشادات متفيد. دلائل ما تفيد عملتوا عليها؟ هو المواطن يعرفها بس ما تفيد. اها ما تفيد ليش؟
يعني ماكو قوة قانون. لو أكو غرامات فورية أو محاسبة قوية، لا يعني المواطن يعني شيء فشيء يعني يتعلم هذا الشيء ويجوز من هذا الشيء، هي قوة القانون هاي موجودة في الغرب وفي في في حتى أقرب الدول المجاورة للعراق. يعني أنا بالنسبة لي شخصيا اشتغلت على هذا الشيء، أحكي لك إياه بصراحة. نسقت يوم مديرية مرور العامة بأن أي آلية تخالف تعليمات مدينة بغداد أحجزها. ما وافق بالبداية. آلية تابعة لكم؟ لا المواطن. آلية المواطن. يخالف، راح تقول شلون يخالف؟ هو شو مرفت حاجة؟ احنا عندنا امور توعويه يعني يعني استاذ حميد علاوي مشكور ومشتغل دا ينسق، نخلي لافتات وامور توعويه على جسور المشات، على الجدران اللي خلينا نقول ضمن قاطعنا، بس هاي كلها ما تفيد ما تفيد. بس احنا اللي سويته اني نسقت يوم مديريه المرور يعني مثلا اليه مواطن يغسل الاليه مالته بالشارع او يشمر فد شيء قاذورات مخلفات هاي، نسقت بان اني افاتح مديريه المرور انطي معلومات عن المركبه ووقت المخالفة وتاريخ المخالفة ونوع المخالفة، هو يحجزها شو وقت يحجزها أثناء نقل الملكية. المواطن مثلا خلينا نقول باع هاي لما يروح يلقى قدامه يقولوا له عليك إشارة حجز ثق واعتقد. أنا مو قصدي أحجز طبقوا الآلية طبعا، أنا يومي 50 آلية أحجز باليوم الواحد، أي هناك يتأشر يومهم أدز أنا 50 آلية أدز، هذا شو وقت ينحجز تباعا يعني بينقل الملكية. قلت هاي الظاهرة لو جدا قلت بشارع الغسل بظهر نادي الصناعه كان اسطول مال الغسل، هسه واحد يحكي للاخر يعني. فاني مرات صراحه اتقصد بين المواطن من يعني انت مفروض عليه الغرامه، مو غايتي اني يعني اغرمه على قرار 296 لعام 1990، لا التقي بي انا شخصيا اقول له انا اللي اريده من عندك راح اخفض لك الغرامه بما انه بحيث ما اخليك تنظر بها هالقد، بس رجاء احكي لغيرك وعي المواطن اللي غيرك، ترى اكو هيك ظاهره احتمال يتناولها بحديثه اليومي مع اقاربه واصدقائه، اقول له والله اليوم انا مرت فلان شارع وطلعت عندي مخالفه بسبب هاي. مرة واحد يعني شخصيا من مواطن القي قدام يعني ابشي بسيارتي مال يعني كدائره، القي مواطن يقذف له باكيت جيجاره مثلا، صدقني اوقفه واحكي اقول هاي سيارتك راح احجزها الثاني بس راح اعفيك بس احكي، وهذا الشيء ترى ممنوع. طيب يقول رحم الله والديك في مال. تعرفنا على انجازات والمشاكل ومعوقات اللي صارت ببلديه الغدير ومن ثم تعاون اهالي بلديه العفو اهالي حي الغدير، لكن خلينا ننظر على هذا الكرسي، لماذا لم يستقر منصب مدير عام بلديه الغدير؟ شنو الاسباب اللي ما يكون يعني عدم استقراريه هذا الرجل اللي يكون يخدم في هاي الدائره؟ يعني فعلا يعني هي يعني ظاهره موجوده، يعني عده مدراء عامين يعني خلينا نقول يعني شغله ومشغ منصب مدير عام في وقت قصير، في وقت قصير يعني لعده اسباب محتمل يعني تقصير من عندهم او سوء اداره؟ لا 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 ما اعتقد، يعني هي ضعف امكانيه الدائره، يعني حكيت قلت لك يعني العله كانت بضعف الاليات والايرادات، فانا من اشتغلت على تقويه الايرادات وتعزيز الجهد الذاتي وزياده الملاك الالي للاليات قدرت امشي بالدائره احكي لك اياها بصراحه. وهذا سبب. السبب الثاني يعني حكيت هم يعني قبل حضرتك قبل فتره اكو ميليشيات خارجه عن يعني ضوابط، يعني يصير ضغط على بحكم شرق القناه بها مساحات واسعه من الاراضي تابعه للدوله، يصير بعض المحاولات من التجاوزات عليه، يصير اخفاقات من بعض المدراء العامين، هاي يصير سبب شويه ضعف يعني اعتقد. هل في يوم تتمنى انه تكون يعني تقول يعني او تنفر هذا المكان تقول ايش جابني عليه، او تقول انه انا ما راح اقدر اقاوم الوضع اللي الوضع الاجتماعي؟ لا انا هذا عادي بالشيء مقتنع لو تصر تقول لازم احقق هدفي وامشي. بالعكس بالعكس انا يعني فرصي يعني اقدم خدمه للمواطن، هاي فرصه بالنسبه لي، لان قلت لك يعني هي امانه بغداد، احنا كنا مؤتمنين على تاديه واجب مؤتمنين. انا مرات حتى احكي في كادري يا اخوان احنا شغلتنا شرعيه، هم باشكال شرعي اذا صار بها قصور اي تقصير من عندنا يتاثر به المواطن، يعني اذا صار طفح مجاري بيته شنو وضعه؟ فبالعكس لا يعني ويعني بي يعني شو بي خلينا نقول شرعيا ان شاء الله يتحقق الايام القادمه الانجازات وتاخذ في بلديه الغدير وتكون المثاليه للبلديات الاخرى
وبتعزيز من امانه بندر وكل الدوائر. يعني صراحه يعني اخواني الزملاء مدراء عامين ثقوا اعتقد كلهم يعني هي طبيعه البلديه ودار البلديه ما تتطلب منك ان تكون قاعد بمكانك او متقاعس اذا ما متابع كل مدراء العامين. يعني نصيحه توجهها ان يكون نزول ميداني؟ لا 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 هم كلهم اصلا نازلين. لا مو نصيحه، لا هم اصلا يعني اخوتي واكبر مني واقدم مني. انا صح اقدم موظف في امانه بغداد، خلينا نقول 23 سنه يعني. نعم. قديم بس انا احدث مدير عام حديث ولا هم كلهم اساتذتي وكلهم على مدار الساعه من خلال طيب الجروب اللي مسؤول عنه. شارفنا على الختام استاذ محمد مدير عام بلديه الغدير، ونشكرك على حسن ضيافتك وحسن الاستماع الاستقبال، وان شاء الله نعاود في لقاءات اخرى وياخذ ما في ايديكم. خليك الله، وانا جدا اشكركم واشكر قناتكم الكريمه، ويعني هاي فعلا انا يعني افرح بها تكونوا قريبين من رئيس الدار لطرح المشاكل لحل المعوقات للمواطن البغدادي اللي يستاهل نقدم له خدمه اكثر واكثر ان شاء الله. شكرا لك. وانتم احبتي المتابعين نلتقيكم في حلقه جديده وضيف اخر، انتظرونا ونشكر حسن استماعكم واصغائكم. شكرا لكم.